مشاعر الدكتور مازن حكى كلمة قال لك نفسي الوزير والرئيس او رئيس لجنة التسعير يطلع لنا فواتير. الاردن الاردن انا حكيتها قبل معلش اعيدها مرة ثانية. الاردن استهلك يوميا بعد ما تحولنا للغاز المسال انخفض استيرادنا للنفط صرنا ناخذ 110,000 برميل في اليوم. ضرب 365 يوم يطلعوا 40 مليون وشوي 40 مليون برميل. متوسط السعر في 2016 قديش كان؟ 50 دولار. لا خليه 50 معلش 50. فبيطلع اضربهم في بعض بيطلعوا 2 مليار دولار. وهذا قريب جدا من ارقام دائرة الاحصاءات العامة كلفة الاستيراد. مليارين دولار ضيف عليهم كمان 50% كلف نقل ومش عارف شو. لا خليها 50 شوف قديش احنا متهاونين. بصيروا 3 مليارات دولار يعني 2 مليار و100 مليون دينار. لو انه البرميل كما هو معروف للي بيعرف بالطاقة وزنه 137 كيلوغرام مع مراعاة الكثافة النوعية بيعمل 169 لتر يعني 8 تنكات ونص. بيعوا كاز اعتبروا انباع كاز. لا 40% بنزين معروف يعني. لا لا اعتبروا كاز كله كاز. طيب. بيعته بنص دينار اللتر. بيطلع حقهم 6 مليارات و700 مليون دينار. طبعا اضربها بيحاسب. لا اعتبرت الكل كاز فيش بنزين. كاز فيش بنزين فيش كذا. بيطلع ايراداتهم 6 مليارات و700. شيل منهم المليارين و100 دينار بيطلع ايرادات صافيه لاستيرادات الطاقه في الاردن 4.5 مليار دينار. المصفاه ممنوع تربح تاخذ بس 15 مليون والباقي على الحكومه. يعني يدخل الى خزينه الدوله. هلا مش مبينات في الخزينه مش مبين في الخزينه. طب والله كارثه هاي يا رجل. ما هو انا عشان هيك بقول لك في ناس بيلعبوا في الاقتصاد. اللي بيشتغل هيك معناته ايده في دم ومعيشة الاردنيين. انت بتحكي عن 4 مليار حقيقة ونص يعني عم بطنطنوا على 450 مليون هلك. 4500 مليون دينار مش دولار كمان. ها هذا تصريح خطير. هذا في حاسبه وبنقعد نتحاكم بس بسيطه يعني احنا صغار بالمدرسه يعني. هل هل هل, هل هل تتحدى الوزير ورئيس الوزراء؟ بتحدى مين مكان يكون؟ والله ونحن نقدم هذا التحدي للوزير. وزير ماليه مين اللي بدك اياه؟ بعرفش شيء مسكين بعرفش قديش اسطوانه الغاز بتكلف يعني قدام النواب. بتحدى رئيس الوزراء نقدم هذا طبعاً. نقدم هذا التحدي لرئيس الوزراء اقول لك من خلال قناة الأردن يا صديقي. بجوز ما بيجوز لأنه صعب صعب عليهم هذا الحكي لأنه بس هذا حكي مخيف يعني. هذا الواقع. هذا بس مخيف مقلق لي كمواطن أردني. هذا الواقع مقلق لمستقبل. أنت بتعرف اليوم البنزين أنت جاي من أمريكا جديد